يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام عليك السلام يا خير الأنام يا خير الأنام حبيبي يا خير الأنام يا خير الأنام عليك السلام. الحمد لله مالك العلام الشكر لله ليذل الحام إذ من علينا بمدح سامي سيد الأنام داوس الكرام إله لدمنا فتح ظلام عليك السلام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام عليك السلام. اسمه مغرور مع جلالتي ذكره مرفوع كما في لايتي فضله مشهور تاج رسالتي يا سبل الأرواح مولى العلامة فبه حضينا للدين الإسلام عليك السلام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام عليك السلام. من نوره الباري بدل للوار وسره صار سرى في الأغمار إقليل الخيار من غير الإنكار مقباس الأنوار ميساء الأسرار سماه مطارا ومسك الغطام عليك السلام يا خير الأنام يا خير الأنام حبيبتي يا خير الأنام يا خير الأنام عليك السلام. حيات الأشباح ذوات الكونية لولاه لم يكن بشرا سويا لا ولا آدم عرشا وكرزيا من أجل نوره أضاءت الدنيا والبيت والمصعى والدار سلام عليك سلام يا خير الأنام يا خير الأنام حبيبك يا خير الأنام يا خير الأنام عليك سلام. حرم الأعلام كنس المواهب مدام الأصطفى معدي الرغائب سر أهل صفا أصنع المضايب مسكي الأنفاس ديب الضايب إبلة لحبا حبل الاعتصام عليك السلام يا خير الأنام يا خير الأنام حبيبو يا خير الأنام يا خير الأنام عليك السلام. تحية العنان مفخر اليمان وصاغي الحمية شراب العرفان أستاذ غرا حرة لسان عيد المحبين الدائم الأزمان قيد الأحباب للدار سلام عليك سلام يا خير الأنام يا خير الأنام حبيب يا خير الأنام يا خير الأنام عليك السلام. مدحهم مضمو قد من في صحف بتوراة موسى نعته قد وفي سمي في الإنجيل أحمد المتصف إنك على خلق ستة في شرفي كما قاد طانا بغير الكلام عليك سلام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام عليك سلام. قولي وملحي في علم جاي فالله قد يا غير من واسفه حارض أفكاره. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى عليك الله يا علم الهدى يا نور عرش الله يا محمد يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين يا حبيب الله فاحت بعاضل ذكرك الأيام وتفاخرت بجهادك الأعلام صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت المصائب وما ناحت على الأيك الحمائم
أما بعد فيا حماة الدين وحراس العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله والليلة عاوي آد وبركيسا والليلة دي أما يحق يجا مركي الله أغو نوغ فضلك بضليد وأهلين أن أسبن نمت ودبال دقيد أن أدبال دقيد نبينا رحمة كون كاها نعمة نرسية متكي أقطع لسناءها للشديسي أن أدبال دقيد إلهي سبحانه وتعالى نوحي لنقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إلهي وحونا أمر فضل إلهي الرحمة سينا مكف رحمة وإلى وحونا شهد وحا ووحا من جمعنا إنه ومال إيا الدنيا إيا الدريات إيا وحي الدنيا أعضانا فرحة سؤالة كثير بانتهاي فضل لنا لدينا إينا مكف رحمة وقرآنك رحمة روحا ويا الرسول كان صلوات الله وسلامه تترى عليه سوى كان فضلك يا الرحمة والبدو والرسولك صلوات الله وسلامه عليه محايا لإله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا آيات مركو سيودي وحقوق يعني إله سبحانه وتعالى أمي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك نبقى أميين تلغسوا يعني لغسوا بحساري وفضلك إلهي عدوا الدوناء السيئة رحمة إني يا هيا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أنا صادر إلا رحمة العالم كوا كريها أنك صادرنا مرك إلى هاي وحن ميري رحمة يا فضل يا من محمد كفرحة وحلا وحا جمعنا إنسان أيها الخير بل فرحة أساك خير بلنا حتى ومرك وحا أنك جمعنا بشي قيمها بطني إذا قال يا هاي إنما جمعنا عليه الصلاة والسلام وما بشي وبشي ربيع الأول وهي ربيع كما سمي وبني كوات وبرواقبي كوات وعلى الربيع سبا وبما العابين وبن ربيع الدبالي لهذا والربيع الأول وبشي عاشقين تا عشق الوضع اسبوني سنجرتي وبشي عاشقين تا فرحت يهلو إيه حسوس كبير جرتي فلله الحمد والمنة وحير سيدي شعب الرحمن الزيلعي وميلاده عيد لنا وهو ذكرنا يجدد شوقا واله متطلع نبي ان عليه الصلاه والسلام نشد سعيد بين وقتها اصغر واكيد كان كهنا نيني روحي عاشقا هاي عشقي الاول يا صراحه عشقي يعني عشقي وحبت كيس كب وحينا ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام اي عشقي في سوء اسبوعين هيا عاشقك لوحي أي مولد المختار جدت شوقنا مولد كي نبي محمد وحد عصباني سيسي شوقنا إيا هلودي إيا كالقعردي أن النبي عليه الصلاة والسلام حبيب كان نجا أن نقبني أيام عصباني سيسي وبشي المؤمنين تفرحة واحد وبشي عاشقين تنبي محمد عليه الصلاة والسلام فرحة إيا الرين واحد وبشي عدو إسلامك عدو الدينك إيا عدو النبي عليه الصلاة والسلام إيه الله محبة له بشي هو أهيد يعني المنوغدة إيا إباطلة واحد ولله در أبو شامة حيث قال وفيه إغابة للكافرين والمرافقين مولود النبي عليه الصلاة والسلام وحاكد حسبا كعريسين لقى عريسية قالبا إيا بالعضة إيا الملحدين مبتدعة لقى عريسية مركي أركان نبي أي النبعايين سيد المؤمنين تو أي وجعشة هاي وأي هو إلينا يا مركي أركان أي عرانة هيان ألا فليموتوا بغيرهم عروا بها وبنتان هذا هو مركا وحاي سبيلت عاشقين النبي محمد عليه الصلاة والسلام بحفظة سبيلت وحي السبيل من علماء فرابضا اي انا سوكو بكريم اي وجيه دولا نوركو دا مركات اي بتوع اي كفرح قلن اي سو دينا على دينا عن اي غبا عندها اي كفرح بي لسو الله بنا هيان اركضو دا اله بارلوسو حسوسان هيا حفلت دو وحي كحسوسين اي سابراشد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحي كحسوسين اي ساسيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام اي هلقا الكيسي علماء فرابضان بأنه جوكتا
علمنا أيان نقدر جن دونته حياله الحكمة أيان نود دياريان نبينا عليه الصلاة والسلام على مدي أورها هي أدرى شديسي كرامة إله أبتي سأقولها هي حبوب ونقول لها هي محبة سوسنة نقول أجمع السبب وحنو جودة شيخ قالي يا هاي مدرس كهاي أتقرم إنسان شيخ حسن شيخ أحمد أو علي سيدو تروح حنو جودة شيخ ياسبنا مدرس كهاي ناشر كدينتا شيخ حسين شيخ طيب سيدو تروح حنو جودة إيش بيل كشاب كها ياسبنا سيدو كلا حقا يعني نورين تيسا يا باطل كا له الجميل تيسا وتعنان جري حتى مرد وكسر كعي إلى أي سبحانه وتعالى شهادة شفاعة النبي عبسي ضاوعي أي أوجستين أهل بدعه مركه حق عدى يا باطل كره البريء وشيخ أحمد شيخ عبد النور سيدو تروح عن وجهه شيخي حامل اللواء طريق القادرية سيدو كلا ناشر الشريعة الإسلامية ها شيخ حسين شيخ محمد حاشي رجع صورنا بعد نوجهه وأنا كولد فائدة صندونا حتى حفلة وحنا كفر فرنا آيات القرآن كهذا نكفر فرنا وحنا كسر وين هيا شيخ أحمد شيخ عبد النور فليتفضل وأنت مشكورا عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإن يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم. كاسنا وحيها شيخ أحمد شيخ عبد النور قرب كيسا
عذاب الله كبيرة سفاحة سرعة بحكمة سبع الله سيادية حكمة سبع عدك قرن إساسي والمناسبة الميمو من عدوهم وقلنا أقول بالله تعظيم كنبي عليه الصلاة والسلام إلهي ومهي إلهي تعظيم كنبي هو هي كرامينك آيانك ورمى هي ووحى لإلهنا نبينا عليه الصلاة والسلام أي آت جعل إلهي وقبه أي إلهي وقبه نبتونا أي إلهي لبدا من رسول صلاة الله بتانيها إنتي براران ومدك كوهي وآيه ومدك روحي يسعي ومسطه مناسا وحى لإلهنا إلهي وحيري سنة علماء محققين تاوى إليه طاع دجها مبتعك روحي سدج ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قرآن كإلا تكون مبتعك ربما أن نسود الجنب وحيك من إلهي علماء محققين تاوى كورس ويا كورس إلهي وكل كورنا ينبي عليه الصلاة والسلام هي أمانك وأمانا هي دعالي سموجين وموجين وحال إلى هذا حروف تأبجدك بعض وحي كانتا سنال بي كانتا حسابهان هاد رشم بي كانتا سنال يشان هدين يسكو دارنا وآفر يطبن طاها مركو وابائيها وآفر يطبن هدار عرفت كل دار ترشم يطبن بي مركو وحو كامل يا مرنا شن يطبن مرنا وحو كامل يا آفر يطبن بكامل يا مركا وحي نقرسا طاها ضيحي يأفر يطبنابو إلهي أعرمي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قرآن كي نتكبر تعتكو بما أنسو تجي مرحبا خير الله سيئو هدر وحا الله بالعبان هيا موعدني أي الله بالعبان هيا وحانا كسر دوين هيا شيخ النجليل كا شيخ حسن شيخ أحمد أو علي شيخ حسن شيخ أحمد أو علي فليتفضل وأنت مشكورا عنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القديم الأول الحمد لله القديم الأول بالابتداء الآخر بالانتهاء القديم الباقي لم يزل القديم الموجود لم يزل الدائم الباقي بلا زوال المتوحد بفردانيته المتوحد بفردانيته له الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا سيدا سمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا عبده ورسوله وصفيه وأمينه على الوحي وخيرته من خلقه بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورحمة للعالمين كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز وهو أصدق القائلين فأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال تعالى في محكم كتابه العزيز في آية أخرى في مدح رسول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال تعالى في محكم كتابه العزيز لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إخوة الأعزاء هل كوحا نسكو النبت تعظيم رسول الله وتوقيره تعظيم رسول الله وتوقيره وتعزيزه
وحنكم هذين أولا إلهي هلك كان سكوك أنا كياني ودخيل كان إذا نسكون ما أذنو إلهي ذاتك أحبابته ومحبينته ورسولك جعل عليه الصلاة والسلام هلك كان إلهي سكوك يعني وحلينا فلله الحمد والشكر. ثانيا وحنكم هذين ذاتك خادمين تاع وأحباب إلهي ذكورا كان أو إناثا واحتفال كان سوق مقابلي وقت قد قالي لها كل ميي إنفاق إطعام المساكين سميي فراش كان أن أركي نو أو من كل جانب من نجرة أو شرفت له انتي قصر شقيسي وحلانا جزاه الله خير لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه وإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له بالبركة. رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن صنع إليكم معروفا المعروف ما عرفه شرعه وهو نفسنا أحد كي إذين سمية فكافئوه أذين كنا أبقتون هذا ومثل كيدو كالتسيية يعني يقفك هدوه واحد إياه بوكينا أدبت شريعة الإسلام كوحوي وحي وقوكينا وكليتا إن لسيوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه هديئة من أنتك وهي المركز وحاد وبيرتوناتان ووحي ودنسية مثل كوديعة فادعوا له بالبركة قلك بركة ودعي رسول الله عليه الصلاة والسلام كلك أدوحة هلك كان محاول لك يعني وشرفت له يعني أفراد هلك كان يسكوتي بالوحي أو دماء بركة وحان أولاد هاي جزاكم الله خير من قال لأخيه جزاك الله خير فقد أبلغ في الثناء النبي عليه الصلاة والسلام ولكن سأحد كير هذا جزاك الله خير فقد أبلغ في الثناء أمانتي وكحل ليراد وروح رجينا يا جزاكم الله خير إن إذن دابضه وما دام ذلك ضد أحبابه وأحباب في الله يهويه انت سوى إذا كفل أنت وإذا كسي سياسا دا إلهي بات كريسان هي رسولك عليه الصلاة والسلام إلى أدمعي سنة قطان نقدرنا أن أدمعي سنة قطان يوم الحشر مركي لطبه ساسا إلهي كرجينينا انت هذا هكا كدايو رسول كان عليه الصلاة والسلام هل كان محل سوي المولد كيس شرفت لها كلمة المولد كالليلة هذا دل الشدي لفت جيدنا وين قنيسا الزمن كينا وين قنيسا مكان كينا وين قنيسا من حيث الزمان مركي الليلة هذا زمن كي مركبوح قنيا السنة هي شهر هي يوم بون قنيا سنة كبر عشان نبي جوار اللي يقانا مسلمين توي تقانا عام الفيلوي يعني فيل كوحها طلع مرودي ما عيسى فيل اللي يراه ده كما قص الله تعالى في سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فيل كاسو حوتي قال أبراهيم ورجل وأهل يمن أها أيها كسر دولي قصدكيس نوحوها وإلهي قصن كعبالين هدم الكعبة المشرفة كعبة المشرفة وجميع الملل يعني لغا احترام جري والنبي إلهي وسودجي أمره الصادري من آدم إلى قيام الساعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم نبي أمسوح جري مجرور نبي يالك قاربا لصوت استثنانية لكن أول من حج آدم عليه السلام أفرت السنة أيو أسوه ماشية يعني الوين هي أيو الكسر حجي أرض الهندي نبي الله آدم أبونا عليه الصلاة عليه وعلى نبينا صلاة والسلام مرك كعبدي عين كاسة هاي ومشرف كاي ودسمه إذا نبي الله آدم نبي الله إبراهيم إسماعيل إيو رجي فرها بدنا عيك قيم قاتين مرايك تيلاه يرجوهم يك قيم قاتين كعبدا إنه الدميو
أيو أصو مقرن إيسا وعيدا كي تقنكا يسوسو دوي باركي وريتو وطن كاس أيو كنيسة كنيسي كنيسة دي مركو دي سعاد وناجيبو أقدار الأرض وحي طفار جوي أيو وحو أمر كسيي أما كعصدي إني هلكا أسو حجيان ميشان مسلمين تو كسي قودين سنة هلكا جدقو يلو نغو لجوجيو كلكا نين أو عرب كرد شيء بقى مركا هو مخلي ماشي شرف كودوها أو بيت كودي عايد أو أنت كسو مسلمين ترى أنا كرد حيس لكن أيها السكارى إله وشرف فيه بعد ما ينقطي دكان كودي نن عرب عيا قيرة قبطي قيرة دون واحد لوبه هي هاي وهي ماشى مركا دينك عرب كاهي واقي كنيسة دي تجي واقي مارتي عدلنا أما مارتي قائدك انتهى بيهي وكبر فيهي ويل وكبك باشي كنيسة هاي قبلة دي دي جوانب تي دي يهمي بركي أيضا الهرد هايو وكي هكا كو مارتي كو آدي ياد ونجي إزاه الله خير بالان هاي ويعني وحو قتي فعل كيلوغة باحنا دين تورو نصرين هاي مرة آمنكم مكرم فليغيره بيده برسولك عليه الصلاة والسلام جزاه الله خيرا إن كان مسلما كلكا واجي مركو بريالي ودي على ردي ونجاسدي وحي العركي أرنتي دو قلبا الوسبيجي دو قلكي مركي الوسبيجين وحا عداتي نين أو داد كاس كعبادة دقان كيه دقان أو شرفتي اسكالي معي رئابي رد بعد سيد ريولا إسماعيل إيه إبراهيم وابيال كوديا أيها ديسي كعبادة كلكا هالكاس بو مركو وحكو تلقري إنه كعبد الدميو قال كأبراهيم يا ذا حجرا حجرا لا يحرق عين وقنا قارو هل كازو عيد ما فرب بدن وتكنيكلو مركع مرودي تهاي وحبا وقت جاس وقت جيلو اللي جوا وحي تكنيك أبا تكنيك لسه نقول أيه هل كازو كسو كحيي هذا كعبد مركو كسو دمي هاي كما قصوا الله تعالى في مكتب الكتاب العزيز يا إلهي ونصر دري جنود أسفرها بدن لو قرأ كشيء جايو مثل ذري وبساعة مروين عبد المطلب والنبي قال وقلي سياسة وحي كلا راعي إيو قاب كيلو بابي إيو سيدي قوضة حلين إيو قيلي مرهو يعني مارتي عبد المطلب وقال لي ما هي اللواتي بقولة أعراضه لقبن قبيل وقال كأفرهاي حريستي إيو وكا كما قصه الله تعالى قلك سندع ساعة عام الفيل ليدا هذا جنود إلهي لقيا هي بارباسة ودري قال كأفرهان لوريجنة هي جنود ديسي ويعلم جنود ربك إلا هو إلهي إذا ما يساسك ما يعيدك لو تقال لما أركو من حيث الله يعلمون من أي ينقرنيد أو عن قلب قد قصر لحيد بأن لغيب شبر لمن هذا إن الطبيل بل يكعبر دم بعد بيان قلت لك لين يعني شبر بأوتك قاد يسوه الله ليس وحل قلت لك لين معهن أحباب إلهي ألك أمرك وأرسل عليه مطيرا أبابيلا شبرو أو مقرن ليس جميعين أو كح كح صعدة أي إلهي بصدري هالكاس الوهرة شيء أنت عين كاس عرمض وحينيه إرهاسا للنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هالكان صاحب المعجزة وقدر دونه ووح الله وح قال وطينا إبابي دونان إرهاس كوح اللي ده ما قبل النبوة نبي نبذا كهر وحي دعاء خارق العادة aya idhaaska lagu magacaaba wa as asid iyo diyaar garow iyo magaranaysa intaan mucjisadii la gaarin waxyaalaha khawaarij caadadka oo mucjisada ka soo horeeyaan la yiraahdaa waxyaalo badan oo ayn kaasa oo nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam intuu nabiga noqon doonaa la kulmay baa jiray oo laga la kulmay ama markuu dhalanahay ha noqdo ama wixii la arkay ha noqoto ama maxaa la yiraahdaa kolkii uu inta ariga la raaciyay uu arigii intuu meel geeyay oo lubay oo markaa Abu Jahl oo asaguna arig kor bixiyay isku yimaadeen oo isaqoodeen oo ma garanaysaa Abu Jahl inta ratigii arumay ratigii buugtay oo ma garanaysaa rakub ah ratigii markuu arumay buu aqooday markaas Yusuf fur ratiga markuu ratigii fulay Nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam Abu Jahl uu horay fuushay yahay ratigii deegadiisi horeeyto Nabiguna uu markaa rid fiyay oo gadaan uu saaran yahay waka ratigii ku dhuftay jeelalka Abu Jahl ratigii waa ka istaagi diiday abaar hadduu ku cilciliyay oo ratigii uu istaagi diiday
ورتيجينا كل كحن وصدي سعدتينا هلك أبو باقلي أيو أبو جهل رتيجي مركب الله ذي أبو جهل مركز وحي يا أبا جهل أنت المأموم والذي خلفك هو الإمام أي يتقدم المأموم على الإمام أليك وحتى أبو يري مأموم باتهاي مدك كادم بيانا وإمامك مدعك أبو يري مركا إن يعني مأمومك إمامك سكهر مرو سورت كلمة أبو يري أبو جهل مركاسو برتميش وحكو جيرو بالبان ورسو مربو يريو كل كاسو نبي ورسو مري كل كاسا رتيك كعي ووح خارق العداء إن رتيك أسي ما رتي حضرو ومقرن إسان إنك كان كدار سارا وأرميه سكوت بحيو ووح خارق العداء وعدد الدلاعين هيا وحاسو دون كل ودا إرهاس مالغو مقعابا وح لكو بكرماهان بركي حليمة السعدية أي وضي وهلك أمارتي إلي سون نجوسا أي كو تلقى شوحي فراها بطنايو إمام البسوري وكشي كينا أي وادقرن إسا تا دا هلك والله بنو مركا وعوي هورتا نبي عليه الصلاة والسلام بوليد من حيث الزمان مركي اللي يدادو هدي حق سنة كان اللي يدادو عام الفيل بورد شي كنتم أي معتمد أه كنتم بري مركي اللي جوغو markii marwadigii maxamuud la oran jiray iyo ragii saarnaay oo abraha uu gaaminay markii la baabiyay kama qasow la taala fi muhkam kitabihi al-aziz wa huwa asdaq al-qa'ilin markii kuntun laga joogo ayuu magaranaysa iyo nabigu dhashay alayhi salatu wa salaam min haythu az-zaman haga sanad ka markii la yiraahdo asaas haga bisha markii la yiraahdo ala al-qawl al-mu'tabad wuxuu nabigu dhashay alayhi salatu wa salaam بيش هدا عن جرنا ربيع الأول اللي يراه له أيو النبي قلنا شيء مركي من حيث شهري اللي يراه له ساسا يعني معتمده صحيحة من حيث اليوم هدي اللي يراه له ومقرنا إساسا من كقيمتي سي صدحات وحورنا شيء يوم الاثنين ليلة الاثنين مركي سير أمانا يسوكو يو طوان ساعدات يو برئي ميلا مركي لما رأيو ayuu dhashay nabigu calayhi salaatu wasalaam culimada qaarkeedna waxay leeyihiin waa uu soo gaaray yoomka dhalashadiisu yoomka awalkiisu dhashay laakiin waxa dhanba waxa weeye waa wax oo maaragtay haddii aa'imadu aad iyo aad isku khilaafsan yihiin min xaytu zamaan waa caynka mawlidka min xaytu lmakaan markii la yidhaahdana nebigu maka almukarama ayuu ku dhashay calayhi salaatu wasalaam makuu ku dhashay waad garanaysaa markuu dhashay waati la soo qaaday oo abu ninkii la oran jiray cabdulmudalib uu qaaday waa kii kacbada ku wareejiyey asagoo ilaahay maaragtay la magangalahaya kacbada musharafada karaamadeeda wiilka kan wiil barakaysan oo khayr leh ilaahay inuu ka dhigo meeshuu ku dhashayna waxa weeye maka almukarama marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wilaadadiisu waa saas waxa ixtifaalka loo samaynayaana waxay tahay dadka muslimiinta ahi inay ogaadaan oo qalbigooda uu mashquul ku noqdo qalbigooda ku raboobo qalbigooda ku barbaaro maxabatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam haddii marka laysweydiiyo intaanan wilaadada ka bixin haddii laysweydiiyo wilaadada nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaa loo tacdiiminayaa oo loo weynaynayaa haddii laysweydiiyo su-aashaasi waxa weeye waa su-aal oo qof ama jaahil ah oo qur-aanka iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam jaahil ka ah ama waa qof mutajaahila jaahilka waxaa la yidhaahdaa qofka wuxuu yaqaana aan arag baa la yidhaahdaa mutajaahilkana waxaa la yidhaahdaa waa qofka shayga yaqaana laakiin qof aan wax aqoon iska dhigahaya marka nabiyullaahi horta maxamed calayhi salaatu wasalaam sida muslimiintu ay la socoto oo ma garanaysaa axaadiidta nebiga laga ogaaday أفضل خلق الله وي محيي لي أسقى وحيري أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم أنت أور علي أنا جا بقر كودي أهبوه ولا فخر فان ما هن وحقيقه مسوى حوية فان تاسك وين متجرو محيي لي نبي الله آدم أنت أور علي أنبياء كجدة مرسلين با كجدة ضد صحابة كجدة تابعين با كجدة أولياء كجدة ذكر يا أنثى إليهن عاقل يا عابد يا رئيس يا مرؤوس بإليهن أنت صدر المركو سيد النقضي فان كوين مجرو كذلك هلك أوحى سوكلا يا مركو أنت صدر سيد النقضي نبي الله آدم ولد كيسي آدم يا وحي ورالي مركو أسو سيد النقضي
وحكرو بشه سوغلا هي لبدي في فكليتو او عقلده كمقليد وا ملائكته اي جنغا ايغنا اسغا سيدو وا مخاي لي حدو كو وكن او افضل الخلق مخلوق الهي او شرفته بدل مركو سيد او نوقدي فمن دونه مركو سيد او نوقدايا فادم ومن دونه تحت اللواء وكي النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه مركي لا تقو نبي الله ادم اي وخي كلو كسوكي وحي ما رغتي تحت اللواء بوير علم كي غوسي سي كجرا بوير دي على هذا الدولة بايسكالي علم كو مرحني ومرد افتقر وفق علم كو عمت قوائيا اما علم كو لو تاقي شرفي دولة نمو ومرد بارا مركا هل كاس مركا وحان وجهدنا قرآن كا هدي قفك هو أقول أوليه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام نبي الله محمد dadka aan darajada ku gaarin buu kamid yahay wilaadadiisana wax badan ba suuratul qasas iyo suuratul daha iyo magaranaysa waliba suuratul qasas wilaadadiisa waa loo sheekay ilaahi kariimka ah oo magaranaysa maxaa makhluuqaadka abuuray ba ka sheekeyay nabiyullaahi muusa alayhi salaatu wa salaam nabiyullaahi ciisa alayhi salaatu wa salaam wilaadadiisa waa laga sheekeyay quraanka ayaa loo sheekeyay ama suuratul maryama aan noqoto ama suuratu lumad qaran ta ali imran ha noqoto meelaha soo dhana nabi yuulaahi ciisa quraanka wulaadadiisa waa looga sheekeyo waa mashxuum kuwaasi waa barag ah maryama bintu imran oo la yaqaano oo ayaduna haddii dumarka ilaahay dareejeeyo kamida afartii nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo uu yiri kamura min arrijaali kathiirun walam yakmulu min annisaai ilaa arbaca rijaasha rag badan baa kaamiloobay buu yiri oo ma garanaysaa ama ambiyo noqday ama mursaliyo noqday ama uliyo noqday walam yakmul min annisaa illa arbaca dumarka laakiin afar baa kaamilooday buu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam afartaasi waxaa weeye gabadhii xaawal oran jiray iyo khadiija bintu khuwaylad iyo maryama bintu cimraan iyo aasiya bintu mizaaxin haddii xaawo faadimo lagu bedelana laa baasa riwaayooyinka qaarkood baa faadimo rasuul ku bedelayay meeshaa gabadhii marka caaisha ahayd oo la garanayo siday nabiga ku ahayd calayhi salaatu wasalaam xoogaa yar masayr baa galay oo uma garanaysaa wax ilaahay ku abuuray bay gabadhaasu qabtay radiyallahu canha wacan waalideyha markaasaa nebigu gartay oo dad isyaqaana way isgaranayaan nebigu waa gartay caaisha meeshaa laga reebay oo fadliga badan leh inay ka masayrayso markaasuu wuxuu yidhi isagoo caaisho qancinaya ilaa gabar uu aada u jeclaabay ahaydoo dee ilaahayna uu raadi ka yahay jeclaanteeda ilaahay uu ku ogaa ma garanaysaa kolkaasi wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam fadlu caaishata calaa saa'iri nisaa ka fadli thariidi calaa saa'iri tacaam caaisha fadligeeda calaa saa'iri nisaa'i ay ka fadli badan tahay ka fadli thariidi calaa saa'iri tacaam thariidka waxaa la yidhaahdaa baasha tan maaragtay canjeelada iyo suqaarka iyo markii laysku daro ilbaha aada u jilicsan oo ma garanaysa xagga tacaamkana ka anfacaya xagga masaaqooduna wuu fiican yahay sida kitaabuhu ay dhigayaan yacni dhuunta tartiib bay u marahayaan calooshana aada bay uga baxayaan yacni xaggii hilibkii iyo maaragtay maraqii iyo dee khubsigaan oo asaga laftigiisu qaali ah intaasoo laysku daray waxa weeye waa waxa weeye dacaamka kan ugu fadliga badan weeye caaisha meeshaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu ku qanciyey calayhi salaatu wasalaam marka gabadha maryama bintu cimraan la yidhaahdo oo ambiyada aan ku jirin oo mursaliinta aan ka mid ahayn laakiin ilaahay awliyadiisa ka mid ah wilaadadeeda waa laga warqabaa qur-aanka meelo badan baa laga sheekeeyey aalu cimraan suuradda la yidhaahdana waa looga sheekeeyey ma garanaysaa suuradda la yidhaahdo suuratu maryamana waa tii looga sheekeynayay marka dadkii nabiyullaahi aadam nabiyullaahi moxamed calayhi afdalu salaati wasalaam dadkii aan maqaamka ku gaarin oon darajada ku gaarin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa kariimka buu uga sheekeeyey wilaadadoodii iyo waqtigay dhasheen iyo nabiyullaahi ciisa xataa gurigii ku dhashay hadda waa calaamaysan yahay baytulaxli baa la yidhaha meesha ku yaalla waa la yaqaanaa waa la ciseeyaa waa la sharafeeyaa waa laga sheekeeyaa waa la tagaa ma garanaysaa waa la barakaystaa marka waxa weeye dadkaas mursaliinta wilaadadooda waxaa looga sheekeynaya xikmad baa ku jidha xikmaddaas ku jidhaay nabiyullaahi moxamedna way ku jidha calayhi salaatu wasalaam haddii qur-aankan qur-aanka dambeeyey uu jiri lahaa nabiyullaahi moxamed wilaadadiisa waa laga sheekeyn lahaa maxaa yeelay kowii asaga darajada aan ku gaarin oo xataa qaarkood uu dumarka ahaa
ayaa looga sheekeyay wiilaadadoodii laga sheekeeyay iyo waqtigay dhasheen waa la taariikhiyay taariikhdaas xikmadaan baa ku sugan ilaahay waxa la wuxuu sameynayaa ilaahay wax alla wuxuu sameynayaa xikmad baa ku jira wax aan xikmad lahayn ilaahay maba ku dhaqaaqaba ma garanaysaa marka xikmadda halkaa ku jidha oo kaleeta wiilaadatu muxamedna ku jidha calayhi salaatu wasalaam annaga marka dadkayaga muslimiinta oo muxibiinta oo caashiqiinta xikmaddaasaan daba joognaa annaguna xikmaddaasoo kaleeto ayaa dadkii caarifiinta ahayd oo miilaadka nebiga taariikheeyey ilain qur-aan isaga qur-aankiisa ka dambeeyo soo degay ayaa ma jiro marka waa in saxaabadii iyo taabiciintii iyo ma garanaysaa awliyadii iyo mufasiriintii iyo raggii muarikhiinta ahaa wax taariikhay jiray waa in ay taariikheeyaan ma garanaysaa wilaadada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa looga jeedaana waxay tahay in maxabada nebigu dadka qalbigiisa ku maaragtay ay ku abuuranto لأن المحبة وحوي المعيار الفارق بين أهل الكفر والإيمان محبة السيدة دبا آلة باقة وحوي آلة باقة أما على مدى اللغوية قانو مقرن إذا بين أهل الكفر والإيمان ذاتك أهل الكفر هي أهل الإيمان كمحبة أفرقها محير ذاتك كالنبي محمد رمي عليه الصلاة والسلام هذه أي صحابيين يدي تابعيين يدي مسلمين هذا جوكتائيين إلى يوم القيامة الغجارو dadka nebiga rumeeye maxay ku rumeeyeen waxay ku rumeeyeen maxabbo haddaysan nebiga jecleyn ma rumeeyeen asalba haddaysan nebiga jecleyn wax rumayn lahaa nebinimadiisa lama arko jeclaantu marka maxay ka imaanaysaa waxay ka imaanaysaa kolkii lagaaga taariikheeyo oo lagu sheego oo dhaqankiisu caynkaasu ahaa dabeecaddiisu caynkaasi ahayd xilmigiisu caynkaasu ahaa sakhaawadiisu caynkaasi ahayd shajaacadiisu caynkaasi ahayd socodkiisu caynkaasu ahaa istaabkiisu caynkaasu ahaa midabkiisu saasuu ahaa qosalkiisu caynkaasu ahaa indhihiisu caynkaasay ahaayeen garkiisu caynkaasu ahaa saasaa dhegihiisu u ekaayeen saasaa gacnihiisu u ekaayeen saasuu maaragtay uu xabadkiisu u ekaa markii lagaaga sheekeeyo intaasoo idin kulligood waa wanaag waxaa ku gelaysa ma garanaysaa alooyaa mar kaliya ninka caynkaasa bal arka ninkaas maqal buu arrintiisu nagu tahay allow yaa muuqaal noogu dara baa qofku oranaya haddii laakiin timihaa nebiga waa laga sheekeyey bal wax kale iska dhaaf timihiisaa laga sheekeeyey inaysan timo garooman oo saa iskugu dhegan oo laaban aysan ahayn timo yareexana aysan ahayn timaha dugulka la yidhaahdo oo magara saa iskugu maaragtay dugulka la yidhaa dugulka waa la yaqaanaa luqadiisa timahaasuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam timaha sabdiga la yidhaahdo timo yareexa la yidhaahdo oo jilicsan oo jileeca badan leh nebigu timiisu caynkaa maahay kuwa jacdiga la yidhaahdo oo maaragtay adagoo saa iskugu dhegan oo ma garanaysaa oo siifa laynmahayo waa la garanayo qolada timaha adagi kuwa caynkaasa nebigu maahayn calayhi salaatu wasalaam meel kasta horta nebiga markaa taarikhda dib u raacdo meel kasta wuxuu ka ahaa meel dhexaad bikulli sifatin wuxuu ka ahaa nebigu meel dhexaad calayhi salaatu wasalaam xagga dhirirka markii aan tilmaan ka bixinno nebigu nin dheer laysa bitawiil ilbaa'in dawiilka xadgudubka nebigu ma ahayn qasiirka meesha ugu dambaysana ma ahayn leanna labadaba waa lagu cajaayibaysaaye waa lagu qoslaa oo bani aadamku ma jecla dhirirka aada u dhirirka badan leh yacni kutubaha taariikhda yacni dadka bani aadamka ka sheekeynahaya caqligiisa waxay leeyihiin qofku hadduu dhir badan yahay madaxiisuna uu yar yahay laysa bicaaqilin markaasay waxay yidhaahdeen waxaa la yihi sababtaasi maxay tahay waa la raadiyey sababtaasi waxay tahay caqligu halkaanuu ku jiraa tanna wuxuu ku leeyahay itisaal yacni shucaac yacni wuxuu ku leeyahay xariir buu laleeyahay waqiila waxaa la leeyahay maskaxduu ku jiraa halkaana xariir buu laleeyahay marka haddii qofku uu dheeraado oo dhirirkiisu dhirir baa'ina uu noqdo itisaalkan baa xumaanaya iskaasiin bay jirayn kolkaasoo caqligiisu wuxuu noqonaya caqli daciif uu noqonaya hadde madaxu markuu yaryahaade markaskii yacni garanaysaa khasaanadii khasaanatulmushtaraka la odhan jiray oo halka kan xaafidada mudrikada iyo xaafidada khasaano u dhexaysaa jidha oo labadooda isku qabata mudrikada waxaa leh midda marka hore wax qabanaysa xaafidaduna waa midda dambe oo kaydka aho waxay ku jidaa halkan dambay ku jidaa mid waxaa jidha khasaanatulmushtaraka la yidhaahdo labadaa xariirinaysa khasaanadaasi marka madaxa bartankiisay ku taallaa
مدح حدو يرادو مرك خزانة دي ويرادو إسا خزانة دي مرك يرادو اتصال كينا أوحو هذا لابد أن يكون غير عاقل أو ضعيف العقل أم قف غير عاقل ونغنية أم قف ضعيف العقل ونغنية مرك النبي عليه الصلاة والسلام عديم الرأس وتكتابه أي دالين حديث النبي عليه الصلاة كان عديم الرأس إنه مدح يسوينا يعني أمونتان كي سبع إلهي بوحو كجرا إن مدح يسو مدح يرقو نحو سي خزانة وعي ويراتو مركا كيت كي سبو يرادو محايا لنكا واني اللوغو تلقلي مخلوق أو